تخوفات كثيرة تؤرق عائلة اللاجئ الفلسطيني خالد عليان من مخيم الشاطئ وسط قطاع غزة، في ظل الحديث عن توقف الأونروا وخدماتها جراء الأزمة المالية التي تعصف بها. خدمات تعتبر شريان حياة للفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء. إذا تم وقف المساعدات الغذائية عن المخيمات وعن اللاجئين الناس ماتت، ما فيش بديل. يعني هي صح الوكالة بتساعد في دعم الناس بحيث انه بقدر واحد يسند ظهره، شايف؟ صحيح في شغلة هان وشغلة هان الواحد بجيبها او من برا، لكن المواد التموينية هذه الضرورية للحياة، هذه اللي بنعرف فيها نسلمها من 50 سنة، بس بلشت ايش تنزل المستوى تبعها. لكن هذه الأمور اللي صارت عملية تقليص أو وقفت المساعدات هذه، الشعب تضمر. تقول الأونروا أن هناك عجز مالي في موازنتها العامة يقدر ب$200 مليون، عجز يهدد برامج الصحة والغذاء التي تقدمها، ما ينظر بكارثة إنسانية تصل حياة الفلسطينيين المعتمدين عليها. إذا توقفت هذه الخدمات سيعاني اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، وخاصة هنا في مخيم الشاطئ المكتظ بالسكان، سيعانون من نقص الغذاء، من نقص التعليم. هذه ربما تحدث هنا كارثة حقيقية وعدم استقرار في المنطقة. لذلك اللاجئون يعيشون على هذه المساعدات بالحد يعني الأعلى مش الأدنى. وفقا لتقارير دولية، أن نسبة المعتمدين على المساعدات الإنسانية الدولية تجاوزت 80% في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي وانسداد الأفق السياسي. تسابق وكالة الأونروا والزمن بتوفير الأموال اللازمة لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، فهل تنجح المنظمة الدولية في ظل عجزها المالي؟ سؤال تجيب عليه الأيام القادمة. أحمد حرب، التلفزيون الأردني، قطاع غزة.